كنا عن وقالت قال من قال من قال الريح الريح. إذا أين الفاعل؟ التاء المتحركة وين في تاء متحركة؟ هذه هي تاء متحركة، طلع فيها على تاء تاء التأنيث، لا نعتبرها موجودة. من قال قلت لي الريح، هل الفاعل يأتي قبل الفعل؟ كلا طيب إذن من قال الريح، إذن هل الفاعل موجود في الفعل، هل الفاعل موجود بعد الفعل أو مستتر ومختفي في الفعل؟ مستتر ومختفي إذا أعطنا ضميرا يعود إلى الريح، لأن التي تقول هي الريح هنا. هي هي قالت إذا الفاعل يكون هي، وما نوعه؟ مستتر ضمير مستتر، واضح؟ أنا اسمع أنا مسكنتش مركز منيح ماشي الحال يا حسن؟ يلا الآن من؟ بس أنا يلا عبد الله، المسؤولة مصممة هنا أتأذنين بأن أستريح في أحضانك؟ أتظننين فعل أتأذنين أتأذنين الفاعل الفاعل، ليس موجود انتبه جيدا، ما هو الفاعل هنا؟ ما هو الفاعل؟ طب إذا هو ليس موجود، الفاعل هو شو؟ إذا كان ليس الريح الأرزة أتأذنين، يعني الأرزة هي تتكلم معها مباشرة بأي ضمير؟ مستتر أنت أتأذنين أنت، صح؟ نعم طيب طلع هذه الياء شو؟ ماذا نسمي هذه الياء؟ تأذنين، ماذا نسمي هذه الياء يا عبد الله؟ ياء ونون، واو ونون، ألف ونون، ماذا نسمي هذه الياء؟ ياء نفس الشيء بابتعدي. نعم، ياء ماذا؟ المخاطبة ياء المخاطبة. إذا عندما يكون هناك ضمير متصل بالفعل مثل ياء المخاطبة، ألف الاثنين، واو الجماعة، نون النسوة، نا المتكلمين، دائما يجب أن نحدد الفاعل، ولا هنا لا يكون الفاعل مستترا، بل يكون ما نوعه هنا ياء المخاطبة، ما نوع الفاعل هنا يا عبد الله؟ ضمير متصل ممتاز، يلا فلنجرب شيء آخر يا عبد الله، أتأذنين بأن أستريح في أحضانك؟ تفضل الآن، هذه سهلة، يلا عبد الله. استريح أستريح الفعل، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ اسأل السؤال، من اسأل من؟ الإجابة بماذا تكون؟ عندما لا يكون هناك إجابة واضحة يجب أن يكون هناك ضميرا نستند إليه. هو من أستمع، نقول أستريح، أجلس، آكل، أتمشى، أنا أنا. إذن الفاعل هو هون شو نوعه؟ مستتر بنقول ضمير مستتر، واضح؟ ضمير مستتر وضحت يا عبد الله؟ يلا حسن أنا فعانة، جرب يلا يا حسن، يلا مجددا حسن، وصلنا إلى هنا يا حسن، يلا. فأجابتها الأرزة على نعم الرحب المستعى يلا أعطنا فعلا وفاعلا. فأجابتها نعم، الأرزة أين الفعل؟ فأجابتها الفاعل من أجابها الأرزة إذن الفاعل موجود،
أحسنت، نوعه؟ نعم، اسم ظاهر. أحسنت. كريم حاجة. كريم. نعم مس. يلا كريم، تبقى لدينا اثنان يا كريم، أليس كذلك؟ نعم. يلا، على الرحب والسعة، هنا أجابت الأرزة، أكمل. على الرحب والسعة، كلي لك بالعنف غلبتي نفسك وباللطف غلبتيني. غلبتني، يعني غلبتي نفسك. أين الفعل؟ غلبتي. أوكي، الفعل غلبتي، الفاعل؟ التاء المتحركة. أحسنت، مباشرة مباشرة، بس نشوف التاء المتحركة، تاء تو تي ته بالفعل، أو نشوف ما نوع الفاعل هنا يا كريم؟ فاعل ضمير متصل. ممتاز، بدون ما أسأل بمن، عندما أرى التاء المتحركة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو نون النسوة أو ناء المتكلمين، مباشرة هذا الضمير يكون هو الفاعل، واضح؟ أوكي مس. من الآن؟ حسن زين الدين؟ حسن؟ من يريد؟ نعم مس، نعم. يلا، بقي لدينا فعلا واحدا يا حسن، ما هو؟ بس فيك تنطر علي حتى اجيب الكتاب؟ نعم، هيا هون امامك، سهلة جدا، يلا يا حسن، سهلة جدا. اين الفعل الذي تبقى؟ تبقى لدينا فعلا واحدا. فيني اقوله بسرعة. لا لا بسي لا. بليز. طيب يلا يلا. يلا ليه. اوكي، غلبتني. غلبتني. غلبتني هي الفعل. غلبتني. غلبتني. هي الفعل. غلبتني هي الفعل، والفعل تاء المتحركة وهو ضمير متصل. أحسنت. لا مش مثل الفاعل، مثل الفاعل هي مش ياء المخاطبة. هيدي مش ياء المخاطبة، ياء المخاطبة تأخذ أي ضمير يا صبايا وشباب؟ ياء المخاطبة أنا عندما بعرف تاخذ ضمير متصل، ولكن أنا عندما قلت أقول تبتعدين مع الأفعال الخمسة، كنت أصرفها مع ماذا؟ أنت. إيه بعرف إنه يا أوانم أنت، يعني هذه مش ياء المخاطبة يا علي، هذه ياء المتكلم، أتكلم عن نفسي أنا هنا يا علي. أوكي، ما عم أقول غلبتيني أنا، صح؟ هلا ذكرت كتبتيلي، مش كنت نايم بس كتبتيلي. أوكي علي حبيبي، فهمنا كيف؟ هذه ياء المتكلم، ياء المخاطب تختص بأنت، واو الجماعة تختص بأنتم أم أو هم، ألف الاثنين تختص بأنتما أو هما، نا المتكلمين تختص بنحن. واضح؟ واضح، شكرا. هذا السؤال انتهينا منه، ممتاز. يلا حول الفاعل، أعتقد حسن زين الدين أنت حللت هذا السؤال البارحة وبإمكانك أن تحله الآن، أليس كذلك حسن؟ بس أنا كمان حليته امبارح. حسن زين الدين، حسن. أمي حليته أنا طبعا. يلا حسونة ابدأ. يسافر جارنا. اقرأ السؤال حسن، اقرأ السؤال. حول الفاعل من المذكر إلى المؤنث. يسافر جارنا غدا. يسافر. تسافر جارتنا غدا. اكتب لي جارتنا يا حسن. نعم بس ماذا؟ حسن هيانا. اوكي، على السكايك. برافو حسونة، برافو حسونة. يقطف الكرويون العنب. تقطف القرويون في الجمع، هيدا جمع، بدي حولها للجمع، بدي حافظ عليها بالجمع. ماذا يجب أن أضيف للقرويات؟ أحسنت أحسنت، هذه في الجمع. أوكي، عندما أحولها إلى جمع يجب أن أضيف إليها ألف وتاء كجمع مؤنث. تقطف القرويات ماذا يا علي؟ العنب. أحسنت، اكتب يا علي، اكتب تقطف القرويات. يلا بس عمك وحنفض العنب. الآن سأختار بعد هذا حسن بواب. ها يا حسن، جاهز يا حسن؟
بس فيني انا اخر وحده. لا 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 ما. لا لا تقطف القرويات العنبة. أوكي حسن بواب، يلا حسون. أمس ألقى الشاعر، يلا. ألقى الشارع قصيدة، ألقى الشاعر قصيدة، يلا. بكتبها في البداية قلها شفهيا. ألقت الشارع الشاعرة. ألقت الشاعر. نرجع نفوت. لا يلا. أوكي. ألقت الشارع شارع شاعرة قصيدة، يلا اكتبها. برافو. الآن من؟ يا أنا أنجلينا. هل أخذت لك علامة؟ لم أخذ بعد لك علامة. تفضلي تفضلي. رمى الله لحظة لحظة الكرة. حسن حسن، الشاعرة هذه تاء مربوطة ولا تاء مفتوحة عزيزي؟ لم أراها. حسن أوكي يلا مربوطة. يلا حسن. يلا أنجلينا. رمى اللاعب الكرة. رمت اللاعبة الكرة. ممتازة. لاحظوا أنه اللاعب هي فاعل، أتت مؤنث، الفعل يجب أن يطابق الفاعل في التذكير والتأنيث. يلا هذا الهدف من هذا السؤال. رمت اللاعبة الكرة. يلا يلا تفضل اكتبيها. نعم اكتبيها. مس أنا بعدك ما أخدتي لي علامة. يلا يلا يا الله يلا. بعد عنا سؤال صغير سننجزه وننهي. يلا. رمت اللاعبة الكرة. لاحظوا اللاعبة هي الفاعل. الفاعل أتى مذكر أم مؤنث يا أنجلينا؟ مؤنث. إذن الفعل يجب أن يطابق الفاعل. هنا الفعل عندما، طبعا هذه جملة فعلية أم اسمية؟ فعلية. دائما الفعل في بداية الجملة يكون بصيغة المفرد. إذا أتى الفاعل مؤنث يجب أن يأتي الفعل مؤنث. إذا أتى الفاعل كاللاعب مذكر يجب أن يأتي الفاعل مذكر. واضح؟ واضح. بعد لدينا هذا السؤال. من هذا؟ نفس السؤال الأول الذي كنا ننجزه. من سيقرأ؟ من سيقرأ؟ أنا. لا 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 لا، بس ننهي هذا السؤال الصغير وخلص أنهينا. لمار اقرأي. لمار اقرأي. لمار صوفان اقرأي عزيزتي. يلا يلا لمار، يلا بسرعة لمار، أنا لن أنتظر. بس خليني أقرأ. يلا ليا يلا. أنا عصفور عطشان، وجدت ماء قليلا في قنينتي لم أستطع الوصول إليها، فهلا قدمت لي فكرة تساعدني على الوصول إلى الماء؟ خلاص توقفي. أنا عزيز التلميذ، العصفور يرسل رسالة إلى التلميذ يقول له أنا عصفور عطشان
وجدت ماء قليلا في قنينة لم أستطع الوصول إليه. فهلا فقدمت لي، يطلب العصفور من التلميذ أن يقدم له فكرة تساعده لكي يصل إلى الماء. يطلب منا في هذا السؤال فقط أن نحدد الفعل والفاعل، لم يطلب لنا أن نحدد نوع الفاعل. أين الفعل وأين الفاعل؟ يلا من سي لمار سوفان ابدأي. أين الفعل في هذه الجملة وأين الفاعل؟ يلا لمار، يلا مس. عطشان. عطشان هي فعل؟ أنا عصفورا عطشان. لا طبعا خطأ. عطشان هذا اسم من عطشة. وجدت. طيب أنا عصفور عطشان وجدت، أين الفاعل؟ انتبهي يا لمار، فقط لمار اللي بجرح أصلع. ما اسأل السؤال ما اسأل السؤال لتعرفي. خطأ، مش ما، اسأل السؤال. ماذا نسأل عن الفاعل؟ من وجد؟ يا ليا لمار، بماذا نسأل عن الفاعل يا لمار؟ لمار بماذا نسأل عن الفاعل؟ ماذا وجدته؟ بماذا؟ يعني أنا اللي من امبارح بشرح بالدرس لآخر شو أوصل إنه إحنا بدنا نسأل عن الفاعل بماذا؟ ما عم نسأل عن الفاعل الذي يقوم بالفعل. بماذا؟ بمن نسأل؟ من قام بالفعل؟ اسأل السؤال. اسألي، اطرح السؤال. من كذا؟ اسألي. من وجد ماء؟ عصفورا. طيب هل العصفور كانت موجودة هنا؟ لا. إذا أين الفاعل هنا بوجدت ماء قليلا؟ من وجد؟ مش عصفورا؟ لا إله إلا الله. هيك إجابات تستفزني. ها من وجد؟ انسيلي عصفور، ما وجدت ماء قليلا، من وجد يا لمار؟ بس مين بيجاوب؟ نعم أنا. طيب هل وردت أنا بشكل مباشر؟ هل وردت أنا؟ رد علي يا لمار. طيب ما الذي حل محل أنا هنا؟ عصفور. يا عمي وين عصفور؟ انسيلي عصفور، ما الذي حل محل أنا؟ والعصفور مش فاعل، كان قالك وجد عصفورا. مستر بليز أنا جاوب. إلي أقوله تومس، تاء متحركة. مش هلا بعدني عم أقول من شوية تاء المتحركة وألف الاثنين وواو الجماعة، وين بتكونوا؟ من وجد أنا؟ وهون هي التاء المتحركة، كل عمرنا بنعرف ضمير متصل مبني واقع في محل رفع فاعل، صح يا لمار؟ أنا. إذن من وجد أنا؟ هل وردت أنا بشكل مباشر؟ هل وردت يا لمار أنا بشكل مباشر؟ لمار أجيبي لمار. هلا إذن ما الذي حل محل أنا؟ هناك ضمير متصل في الفاعل. يلا من الآن؟ فعاني حسن. يلا أوكي مس. ووجدت ماء قليلا في قنينتي لم أستطع الوصول إليها. أين الفعل؟ هل هي أستطع؟ أستطع الفاعل. أستطيع. من استطاع؟ من استطاع؟ إيه من؟ من إذا لم يكن هناك إجابة إذن هناك ضمير. مستتر ضمير. ضمير مستتر. بس شو تقديره؟ أنا. ممتاز. من لم يستطع؟ أنا، لأنه في هون ألف. منقول الفاعل هون ساعتها دغري ضمير مستتر تقديره أنا. ما قلنا لأنه يقدر. واضح؟ من الآن؟ من الآن؟ عبد الله. يلا عبد الله حريري. مس.
وبعد يلا. فهلا قدمت لي فكرة تساعدني على الوصول إلى الماء. يلا يا عبد الله. قدمت. قدمت. قدمت الفعل. أين الفاعل؟ مباشرة يا عبد الله يجب أن تعرفها. العصفور. يا عبد الله اسأل السؤال. من؟ من من ماذا؟ من شو؟ من قدم؟ نسأل من قدم فكرة؟ من قدم فكرة؟ من قدم فكرة؟ العصفور؟ لا مش العصفور. فهلا قدمت لي فكرة. العصفور يخاطب من؟ التلميذ. العصفور يخاطب لا صد العصفور. العصفور يخاطب التلميذ عم بيقول له قدمت لي فكرة. من قدم فكرة؟ التلميذ. إذا يقدم الفكرة إلى التلميذ. يعني أين الفاعل هنا؟ هلا بعدنا قايلين لا 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 طلع بقدمت. بس فيني أقول هنا لا فيني عبد الله هناك شيء لافت للنظر بقدمت. تاء التأنيث. هذا مش تاء التأنيث. تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. تاء شو هيدا المتى؟ متكلمين. تاء المتحركة. المتحركة. أو التاء مش قلت لكم بس تشوفوا التاء المتحركة أو تشوفوا ياء المخاطبة أو تشوفوا نون النسوة أو تشوفوا ياء ياء واو الجماعة أو نال متكلمين مباشرة بيكون هيدا الفاعل. طيب بعد لدينا واحدة. من يجيب؟ بس أنا. من؟ علي سكاي. بس أنا ميا. مين ميا؟ تفضلي ميا. أوكي. الوصول. لا الوصول ليست فعل. لم يقل وصل. هناك شيء قبل الوصول. فكرت. لا 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 مش فكرت. فهلا قدمت لي فكرة تساعدني على الوصول إلى الماء. تساعدني. أحسنت. طيب هلا لنعرف الفاعل علينا أن نسأل. اسألي. بماذا نسأل عن الفاعل يا ميا؟ من. من شو؟ من شو؟ من تساعدني؟ من تساعد؟ من تساعدني؟ من تغير صيغة الفاعل. من تساعدني؟ من الذي يساعد هنا؟ هلا قدمت لي فكرة تساعدني. من تساعد؟ يعني مين؟ أين الفاعل؟ أنا. أين الفاعل؟ هل الفاعل موجود؟ لا. هو شو؟ ضمير؟ ضمير شو؟ مستتر. أحسنتي. ضمير مستتر. بس بماذا يقدر الضمير المستتر؟ هل يقدر بأنا؟ تساعدني أنا؟ أوكي. لأنه بس مع أنا موجودة. هيا يا المتكلم. انتبهي. يا المتكلم موجودة. تساعد. من الذي سيساعد هنا؟ بماذا يقدر هنا؟ بماذا يقدر؟ من يعرف؟ أنا. بس أنا بعرف. راما تفضلي. مش متأكدة منه بس بجمع تقدر أنت؟ أحسنتي. لأنه هنا عم بيقول له للعصفور يقول للتلميذ فهلا قدمت لي فكرة تساعدني. تساعد يعني من تساعد؟ من الذي سيساعد؟ أنت التلميذ ستساعد العصفور. لو كان بدي أقول أنا ما هي ياء المتكلم موجودة، ولكن لا أستطيع هنا أن أقول أنه ياء المتكلم ليست في محل رفع فاعل. ولا مرة أننا تحدثنا أنه ياء المتكلم في محل رفع فاعل. تساعد أنت. هون ما نعرف نحن نقدر الضمائر يا شباب وصبايا. واضح؟ صعب؟ لا لا هي من هيك ما في. سهل الدرس. بعد عنا الإعراب غدا. واضح؟ الإعراب. بس مرة الإعراب في وقت سريع كان. خلصنا هلا. يلا. كيف عملت اليوم؟ منيحة.